ويا مساء الورد والفل والياسمين بحلقه من حلقات يوم الخميس، هالحلقه المميزه اللي انتم بتحبوها وتستنوها دائما لتشوفوا مين بيكونوا ضيوف فيه ليعملوا لكم وصفات وافكار كثير حلوه. اليوم ضيفتي ضيفه موهوبه جدا بالطبخ، بتحب تعمل لكم اكلات كثير حلوه، عندها صفحه على السوشيال ميديا بتعمل عليها كل الوصفات اللي انتم بتتمنوها. قبل ما اعرفكم على ضيفتي كالعاده بدنا نفوت على صفحتنا على مان تي في اوفيشال وعلى مان تي في كيتشن وكمان على صفحتي صفحه الشيف امتياز جتاوي، نشير الحلقه ونسال اي سؤال لضيفتي انتم حابينه. اليوم ضيفتي الكتكوته، يعني انا هيك بدي ابلش دائما بحب احكي عن ضيوفهم قد ايه كتاكيت وامامير وقد ايه انه وصفاتهم وابداعاتهم بتوصل لحدود غير عاديه. ميسم إزحمات، حلو كثير اسمك ميسم. الله يسعدك، شكرا لك حبيبتي. اول شيء نورتينا، اهلا وسهلا فيك. طبعا انا هلا واصله على الحلقه فهي لسه ما شفت شيء. فكيف حالك اول شيء؟ تمام الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. تمام ميسم، اول شيء شو معنى اسمك؟ ميسم هو عضو التانيث في الورد. اوكي اوكي اوكي. مين سماك اياه؟ ماما. تيتا، هي تيتا وماما. مين بحضرنا فيهم اليوم؟ مفروض التنتين. التنتين رجال، تحية أكيد كتير كبيرة. ميسم اسم الله، يعني بقولها بس دخلت بقولها شو طريقة التقديم بالحلوة؟ والله حبيت. إيش عاملة هون؟ عملت قدرة غزوية. حلو. وعملت الكيك المالحة، رح نحكي فيها كيف أسس نجاح الكيك. حلو حلو. هاي الكيك المالحة اللي حطت لنا فيها زعتر أخضر مفروض. بالضبط. خلينا نجيب سكينة لأنه أنت بتعرفي أنا متعارف علي إني ملكة. إيش بحب أقصقص؟ وأورجي أول شيء. أيوة. شوفوا منظرها بالله يا علي، شوف لنا منظرها قد ايه حلو. هاي حاطة ايش فيها ميسم؟ حاطة جبنة حلوم، حاطة زعتر أخضر، حاطة زعتر تبع ساندويتش، سمسم، يعني هي كتير غنية. حلو، خليني بس بدي أورجيهم قطعة من جوا لأنه أنت قلتي لي بدك ضروري تحكي لهم كيف تطلع. شوف 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 ما أحلاها من جوا، زيتون والجبنة والزعتر ايش الأحمر؟ الأحمر هذا صماء. تطلع هاي كيكة مالحة، حتى حرام هي جايبة كل إشي قد إيه إنك متكتكة، وكمان جابت لنا الشاي. عاملة شاي، فبتقولي بدي أصب شاي، بقول خلينا نصب على الهواء. شاي ونعناع. السيدات اللي عم بيحضرونا بحبوا هدول القصص الصراحة، وأنا بحب يعني. طلع كاسة شاي مع هالكيكة الحلوة، ماخذ لكم إياها علي بطريقة حلوة. أيوة حطينا نعناع عشان أنا بتعرفي أنا مريضة هاي الأيام، لازم أدير بالي على حالي وأشرب شاي. طيب هلا فميسم رح تعملي لنا الكيكه المالحه ورح تعملي لنا القدره الغزويه، وكمان قلتي لي في افكار كثير حلوه انت محضره اليوم، ايش كمان رح تعملي؟ في سلطه معكرونه. اوكي. ورح نعمل طبعا جنب القدره الغزويه خيار بلبن. حلو. واذا ضل معنا وقت حنعمل فتوش اردني. حلو والله حبيت. يعني اسم الله، يعني عملت لنا افكار كثير حلوه. الحلو بميسم رح نحكي قصتها لسه هلا، عم بقولها قبل ما نفوت على الهواء على السريع، بقولها ميسم احكي شوي عن حالك. قصتها حلوه، قد ايه صار لك تطبخي؟ يعني انا بطبخ من انا صف سابع. من صف سابع؟ من صف سابع. ما شاء الله، يعني قد ايه سنه؟ يعني مش عارفه، هم كثير عشان ما نغششهم عمرك. هم كثير. طيب قلت لي والدتك كيف بلشت معك قصه الطبخ؟ هلا ماما كانت معلمه انجليزي. اوكي. وكانت الصبح هي متعوده انها دائما تطبخ لنا. هلا لما حست اني كبرت شوي صارت الصبح تسلق اللحمه، تسلق الدجاج، بعدين ترن علي تليفون وهي بالشغل. تحكي لي مثلا حطي هلا قلب الفاصوليا، نزلي عليها المي. نزلي عليها انت اكبر وحده بالعيله. انا في اخوان اثنين، بعدين انا. اوكي. بعدين في اختي. دائما احنا البنات بتخلونا نشقى من احنا صغار دائما. كملي. فهيك شوي 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 انا لقيت حالي بحب المطبخ. والحمد لله ببدع ان شاء الله فيه. ومن ايمتى بلشتي على السوشيال ميديا؟ يعني قررتي تمتهني القصه؟ هلا صراحه مفروض انا بلشت على السوشيال ميديا من 2017. بس انا تاخرت كثير، بلشت السنه الماضيه، يعني تقريبا لي سنه ونص. اللي هي بلشتي، خلينا نقول تعرفي ايش بدك تحطي افكار وصفات؟ بلشت اني اصور وانزل. حلو. الوصفات اللي بتحبي تصوريها اكثر ايش هي؟ انا صراحه هلا ما في شيء محدد، بحب يكون متنوع صراحه. لقيت الاشياء التراديشنال، الاشياء الشعبيه هي اقرب للناس. صح. يعني جربت الوصفات مثلا، ندخل على وصفات اجنبيه، لا لقيت انه هاي الوصفات اللي الناس بتحبها. صح. طيب ميسم رح تعمل لنا وصفات كثير زاكيه وكثير حلوه، رح نبلشها اكيد بالقدره الغزويه، ورح نعمل اكيد الكيك المالحه، ورح نروح لسلطه معكرونه. فبدي اياكم قبل ما نروح لحلقتنا، والناس عم بيسمعونا على راديو فن كمان، بدنا اياكم تسمعونا على السوشيال ميديا او تحضرونا على السوشيال ميديا صوت وصوره بالتليفون وانتم بالسياره، حطوا واحضرونا كمان لحتى تشوفوا ميسم ايش عامله اكلات كثير زاكيه. نروح لما أدير وصفة لنا، أول وصفة لنا اليوم اللي هي القدرة، ناخذ بعديرها.
لا القدرة الغزوية رح نحتاج 2 كيلو لحمة خروف مقطع، عنا معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، 2 معلقة كبيرة من بهارات القدرة، ورق غار، وعنا هيل حب، وعنا أكيد 2 كوب أرز تايجر البسمتي، بصلة مفرومة ناعم، عنا راس توم مهروس، وعنا راس توم حب قشره. وكمان رح نحتاج معلقتين كبار من السمن البلدي، علبة حمص حب مسلوقة، وعنا معلقة كبيرة من الهيل المطحون. شو احكي، المنظر بيحكي عن حاله والله يا سيد علي. شو احكي يعني، حتى طريقه كيف عرضيتها للقدره سبحان الله، انا بحكي عن جد العين بتاكل. اكيد طبعا، فانت مش بس انك بتعملي اكل زاكي كمان اسم الله، يعني حتى طريقه التقديم كثير حلوه. هاي شهاده بفتخر فيها. فبدنا نروح للقدره على طريقه مين اول شيء؟ هلا هاي صراحه طريقه ماما وتيتا. اوكي، ويعني كثير بنحبها وكثير معتمدينها، وابني بيموت عليها، يعني هاي طبخته المفضله. انا مصممه هلا، شوفوا دائما خلايلة حبايب القلب طبعا من جوا جوا جوا، بتعرفوا انا نزلت على الخليل صورت برنامج بالخليل، ويعني محبتهم على قلبي من جوا. انا اكلت القدره بالخليل اوكي، وانا مصممه انه القدره الغزاويه اقرب لنا. بعرفش ليه، ما تزعلوا مني بس لانه يعني بصل توم هاي شغلات احنا هون كثير بنحب هدول السواليف. بالضبط، هن بعكسنا تماما، انه هي اذا القدره نحط عليها غير شويه سمنه شويه كركم ومرقه اللحمه تعتبر انه خلص خبصتي فيها. ايوه مزبوط، بس احنا ما بعرف اذا انا هيك ولا لا. نبلش بالتصويت كالعاده. مره خليهم يصوتوا لنا قدره غزويه لقدره خليليه. طيب انت رح تعمليها طريقه اللي هي الغزويه، طريقتك اعتقد كمان كثير سهله، ورح تعمليها على لحمه. بالضبط. هلا اول شيء بدي احكي عن اللحمه اللي بدنا نروح نشتريها، كيف نعرف انه قطعه اللحمه اللي انا عم بشتريها هي لحمه صغيره مش لحمه كبيره؟ قصدك عمر الخروف؟ بالضبط، يعني انه انا عم بشتري لحمه حتستوي معي بسرعه مش حتطول على النار. اوكي، اول شيء في بطلع على المفصل، اذا كان المفصل تبعها ازرق معناته انا هيك بالسليم وبشتريها وانا مرتاحه. بالضبط، المفصل تبع الكتف، مفصل لا لما تروح تشتري انت اللحمه نفسها مش القطع. اوكي، للذبيحه. اوكي، هلا في طريقه ثانيه، انا بتطلع على الرقبه. اوكي، الرقبه العظمه تبعتها كثير واضحه، اذا كانت زرقاء معناته هيك عندي الذبيحه صغيره. أوكي. هلا الحجم مش كثير مهم. أوكي. يعني ممكن اشوف انا حجمها صغير بس هي تكون كبيره بالعمر، والعكس صحيح. اوكي، بتطلع على العظمه اللي بالرقبه، اذا كانت زرقاء معناته هي صغيره. حلو. اذا كانت العظمه حمراء معناتها هي وسط، واذا كانت على صفار هاي ما تشتروها نهائيا. لانه هاي بالضبط، هاي احنا عندنا عملنا حلقه خاصه بتتذكروا قبل العيد، وكان معي ضيف رائع شرح لكم الموضوع وجاب لكم ورجاكم اياه على الصوره. انت ما بتكونوا مدركين على كثير انه كحلي وازرق، انت بس بتشوفي لونها فيه هذا لمحه انه لون على ازرق شوي، من الرقبه بتكون كثير واضحه. مزبوط. طب انت حلو انه عندك معلومات، وانا بحب ان الانسان بحب دائما يطور من حاله ويفوت على معلومات غير انه بس بطبخ. بالضبط. كيف بلشتي بهاي المرحله؟ درستي، اخذتي دورات، بس تعلمتي على اليوتيوب، ايش عملتي؟ هلا انا دارسه هندسه برمجيات. اوكي، بس انا عندي شغف بالطبخ، يعني صراحه كنت مفكره اكمل، ويعني هيك في شويه افكار براسي ان شاء الله لقدام اقدر احققها ان شاء الله. هلا اكيد بتعلم من اليوتيوب، بتعلم من شيفات، بتعلم، بحب اقرا، يعني انا بحب اتعلم التكنيكس قبل الطبخ. اوكي، قبل الوصفه اكون عارفه هذا التكنيكس، انا ليش عم بعمل هيك. اوكي، عرفت ليش بعمل هيك معناته انا نجحت معي الوصفه. اوكي حلو، يعني انت خلينا نقول تعلمتي لحالك. بالضبط، مش مثلا حدا وكذا وهيك. انا دائما بضل لا 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 دورات ما سبحان الله، الموهبه تسبق انك تتعلمي. التعليم يعني بيثقل الموهبه. طيب نروح على وصفتك، تفضلي. انا حابه ابلش اشرب شاي صراحه. هلا بحبش اشرب شاي، بس اوكي بشرب شاي. حتى بدي تعال خذ كاسه لبشرب لحاله بزور على بقى الله وكيلك. قولي لي ايش بدك اشغل هذا الغاز؟ هاي بدك ايش تعملي عليها؟ بدي ابلش باللحمه هلا. اوكي، اللحمه تسلقيها؟ تمام. هلا بالضبط بدي افرجيهم بالضبط كيف بسويها. خلينا نقيمها. هاي مسلوقه جاهزه. اوكي، فانت بدك تستخدمي طنجره الضغط. يعني هلا انا دائما بستخدم الضغط، اللي ما بيحب يستخدم الضغط بيقدر يستخدم الطنجره العاديه. حلو فكره طنجره الضغط، واكيد سريعه جدا جدا. وقد بتاخذ وقت معنا؟ ماكسيمم نص ساعه، يعني اذا كانت اللحمه زي ما انا حكيت نص ساعه، اذا كنت ماخذه من الفخذ بخليها 40 دقيقه. والله الكتف نص ساعه، الفخذ 40 دقيقه. الضغط صراحه. هلا اول شيء ببلش بحط زيت القليل. اوكي تمام. مين بيطبخ بالبيت؟ انا. مش الوالده؟
لا انا متزوجه. ما شاء الله. عندك اولاد؟ عندي ولد وبنت. الله يخلي لك اياهم. قد ايه اعمارهم؟ عندي سيف 11 سنه وايلا 9 سنوات. ما احلاهم، ما احلى اسم ايلا. يا الله شو بحبه، بحسه دارج كثير. والله يخلي لك اياهم ان شاء الله. هلا اذا بحضروك اكيد انا متاكده انهم هلا مبسوطين. هاي ماما على التلفزيون. اكيد اكيد حبايبي سيف وايلا. مين عم بحضرك اليوم من العائله وانت عم تشتغلي؟ هلا هلا انا صراحه حكيت لكل العائله وحكيت للناس اللي بحبهم، هيك الناس اللي حسيتهم يقرب علي. ونزلت على البيج عندي. فاليوم بتخيل انه كلهم مبسوطين فيكي ان شاء الله. طيب هلا احنا بس بدنا بدك تبلشي تورجيهم كيف بسلقوا اللحمه، بس متى ما انسلقت اللحمه بتقلبي الاشياء لحال ولا بتحطيهم كلهم فوق اللحمه؟ لا هدول بعملهم بطنجره لحال. اوكي. وبنزل عليهم الرز بخلطهم. اوكي. وهلا انا مفروض كنت جايبه قدره ثانيه اطبق لكم بالقدره، بس ما في حامل هالنوع. عندنا فخار اذا بدك. خلص تمام بفخار. عندنا يعني نقدر نعطيكي فخارات يعني عندنا الحمد لله. الله يخلي لنا دريم هوم طبعا كل الاشياء الحلوه، حتى مثلا لسه بقول لمروة عندي من هدول الكوليكشن كثير يعني احجام واشكال زكريا اجيبهم برضه عند دريم هوم. طنجره الضغط اللي بتستخدمها موجوده عند دريم هوم. عندنا كثير من التفاصيل الحلوه، الطناجر الرويال انتم عم بتشوفوهم دائما بنستخدمهم، الكاست الالمنيوم كله ياتي من دريم هوم. دريم هوم موجود بثلاث فروع اللي هو شارع المدينه المنوره والزرقاء، واكيد كمان موجودين عندنا بطبربول. رح نطلع فاصل كثير صغير، ما تروحوا لاي مكان، ويصير عم تعمل لكم وصفات كثير حلوه اليوم. اكيد بدي ارحب فيكم كلياتكم بحلقه مميزه من حلقات يوم الخميس، واليوم كمان معي ضيفه بحب انكم تدعموها. هلا رح نحط لكم صفحتها على الشاشه اكيد عشان حتى تتابعوها، وعندها افكار كثير حلوه في عالم الطبخ القريب لكل البيوت. يعني دائما بضل اقول الاكل القريب هلا شوفي يعني بشوف اسم الله اسم الله عندنا شفات الاردن كثير شطورين وكثير معروفين، بس بضل اقول في شيء يطبق وفي شيء تتفرجي عليه 100%. فانا بروح دائما معك على الاشياء اللي ممكن الناس تطبقها ببيتها، تحس انه هلا لو فتحت الثلاجه لقيت بطه لقيت كذا بقدر اعمل منهم وصفه. بالضبط. برافو عليكي. طيب احنا نروح على القدره عشان ما تاخذش هالوقت الكثير طويل. قولي لي ايش رح نعمل؟ كثير 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 سهله وسريعه جدا. حطيت اللحمه مع الزيت، حطيت عليهم معلقه من بهارات القدره ومعلقه من البهارات المشكله. تمام. هلا هي قلبتيها بالزيت. بالضبط اخذت لون معي، بضيف لها مي بخليها تغلي. اوكي. خلص ميسم صارت حافظه المطبخ منه وفينا. اوكي اوكي بسم الله. وبتتركيها بعد ما تقيمي عنها الزفره 40 دقيقه. بالضبط. هلا هاي انا برضو مستخدمه الفخذ 40 دقيقه. طيب خلينا اسالك السؤال دائما بساله لكل متابعي لكل ضيوفي. مين نفسه على الاكل اطيب، انت ولا والدتك؟ هلا اكيد ماما. من مين تعلمتي؟ من ماما اكثر شيء، من ماما من تيتا. في وصفات مثلا الوصفات الاردنيه برن على عماتي، باخذ من عماتي. انت من الرمث من الطفيله، فلما اول ما دخلنا بقول لهم انا بطفيله. بجوز انت ثاني ضيفه تكون من الطفيله. بتروحي على الطفيله؟ زمان ما رحت. ايوه على الطفيله حلوه بس هلا ناويه ان شاء الله. يعني اسمها هلا وقت التفاح السكري بالطفيله. أيوة. يا الله التفاح الانجاز كثير يعني بتروحي على الطفيله فيها شيء، فيها روح حلوه. فوالله الطفيله لازم نروح نعمل فيها شيء. لازم. طيب قولي لي. اوكي هلا بستناها تغلي عشان اقيم الزنخه وانزل عليها الورق الغار والهيل وبعدين اضغطها. تمام. أوكي. تمام. هلا انا هاي الخطوه عمليتها عاملها هيها جاهزه. الله هي طبعا ريحه البهارات اللي عم تستخدميها كثير حلوه. طبعا هاي بهارات قدره اكيد غنيه كثير بهارات القدره. ريحتها حلوه. تمام. هلا هون عندي اللي هي المي مية اللحمة. وأنا حطها على عيار الرز جاهزة. أوكي. يعني فأنتي هلأ البهارات اللي أنت اللي أصلاً كنت بدك تحطيها أوريدي حطيتها مع السلق 100%. فأنتي هلأ عندك المرقة جاهزة. المرقة جاهزة بس إلا أعزز الرز. أوكي. يا ما بقدر. حلو. تمام. تمام. هلأ أنا هون بما أنه المرقة جاهزة والرز جاهز ضل أعمل الحشوة تبعت الرز. حلو. طيب نيجي لحشوة الرز. نقدم لك هاي هلأ إحنا بنحطها نطبخها على بعد الهواء. نيجي لحشوة الرز. أهم مكون في القدرة إيش هو؟ الحمص. الحمص هلا الحمص و... اوكي استنى. اوكي انت بدك هاي سوي بدي اطفي الثانيه. اوكي كملي كملي. تمام. هلا راح احط معلقتين سمن كبار. اوكي هون تمام من هون معلقه كبيره. حلو. طب وانت بتجيبي المعلقه بدي ارجع اذكر بكل حدا عم بيحضرنا اليوم، انا كثير بحب انكم تدعموا ضيوفي، انتم بتعرفوا قد ايه انا هذا الموضوع بيعني لي وبيهمني، لانه كل انسان بيطلع معي، كل ضيف بتطلع معي، كل حدا عنده الشغف بحب انه ندعمه، بحب انه نحضره، بحب انه نعطيه هاي الدفعه. هاي فكره دائما من حلقات الخميس انه دائما نعطي امل لكل حدا يطلع، وامل انه انتم كمان تحضروا الاكل بطريقه مختلفه، والاكل بطريقه يعني طريقه غير شفات يعني
تتنوع فيها قصص الطبخات. فنعمل شير للحلقة. إذا عندكم أي سؤال، أي استفسار عن القدرة، أي سؤال حابين تسألوا لميسم، أي جملة، أي كلمة حتى بالمتابعين حابين تحكوا لها، احكوا لها حتى نحكي لها إياها على الهواء. يلا يا ميسم. هلا السمنة استخنت، فبستخدم بصل مفروم ناعم. نعم. عشان ما نحس فيه بالريز. حلو. تمام. بتعرفي انا القدره بالنسبه لي بحسها من الاكلات اللي لازم كل اسبوع شقايم اعملها. حال الملوخيه، حال ورق العنب. ليش طيب؟ انا بتشحني عن جد. هي زاكي زاكي. انا مياله باللي بحمص ومياله نفس اللي انت عم تعمليه حاليا. قولي لي. هلا بحط اكيد الملح. اوكي. واكيد بحط الفلفل الاسود عشان نسرع سوى البصل. حلو. حطيتي البصله ملح وفلفل اسود. في ايش قدحت لهم؟ بالسمنه. حلو جميل. تمام. طيب ميسم لما تجوزتي كنتي فنانه بالطبخ؟ الحمد لله. كنت بعرف اطبخ. اذا كان اسم ابنك سيف. سيف الله يخليك يا فابو سيف. مفروض بحضرنا اليوم كيف ياكل اكل زاكي مبسوط. بحب ياكل بالبيت اكثر ولا بحب ياكل؟ هلا انت بتعرفي احنا عندنا اكل الوالده مربوط دائما بالحنين والحب والطفوله يعني. فهو من هون بتصيري انت اكل والدتك ازكى اكل بالعالم. بالضبط. فبالبيت هو اكثر ولا ممكن يروح عند والدتك اكثر، عند والدته اكثر، عند يعني وين وين اراضيه ابو سيف؟ احنا ساكنين مع بيت حماي بنفس ال اوكي بنفس العماره، فانا دائما مثل الطبيخ للجميع. يعني العيله كلها بتاكل اكل زاكي. بالضبط. وايام بنت حماي بتعملنا اكل برضو اكلها بشهي. اوكي. انت ايش بتعمل اشياء مميزه بحبوها كثير منك؟ هي ايش بتعمل اشياء مميزه بحبوها كثير منها؟ هلا انا بعمل المنسف. اوكي. يعني المنسف الكل بيحكي انه كثير زاكي. هي بعشق المفتول اللي بتعمله. مفتول مش طبيعي. سبحان الله منسف ومفتول. يا الله انه يعني اللي مكملين. هلا المسخن معتمد الطريقه تبعتهم بتشحني. ايش الطريقه تبعتهم؟ هاتي يلا الطريقه. انا بحب طرق دار اللحمه. تفضلي. الطريقه انه اول شيء بيقلبوا البصل وبيخلوه يستوي، وبعد ما يستوي بحطوا عليه الزيت. تمام. عشان ينزل ميته. بالضبط. حلو الفكره. وبعدين ما بيحمروا، ما بيحمروا الخبز. لا الدجاج بتحمر. اوكي. بس ما بستخدموا مية دجاج نهائيا. انا نفس الشيء. احنا اغلبنا يعني هيك بنعمل. طيب بيجيبوا الخبز بحطوا عليه الزيت والبصل. بالضبط. وبعدين بنحط عليه اللوز، بنحط عليه الدجاج، بعدين بصير بيعملوا طبقات بتقسم، بعدين بنقسم مربعات كثير زاكي. ما بتحمر الخبز؟ لا لا ما بيحمروا الخبز. لا احنا بنختلف هيك شوي. احنا كلنا نتشابه بمرقه الدجاج بس هيك بنختلف شوي. لا بس عن جد زاكي. يعني انا لقيته تطلع الخبز متشتشه. بالضبط. لقيته اسكى من لما تتحمر. جد طريه طريه هيك وتاكلي براحتك. يا الله والله 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 بتعرف الدنيا شو بس بدها مسخن. هلا بدنا نضيف الثوم. الثوم هذا مهروس. ثوم مهروس. هلا انا حطيت راس. انا بحب صراحه نكهه الثوم مع القدره. مع القدره. بالضبط. بلاقيها كثير بتعرف في ناس كثير ميالين يحطوا ثوم اكثر من البصل يعني. أيوة. كل حدا بحط بصل بس يعني بالذات القدره الغزويه بتروح على الثوم كثير. كل يعني كل مكون له دوره في هاي الاكله. حلو. البصل له طعمه والثوم له طعمه، الحمص له طعمه، كل شيء يعني. طب بتحسي ميسم كنت دبلوماسيه وما جبتيني على السؤال. ابو سيف بحب اكلات مين اكثر؟ هلا صراحه ما بعرف. لازم اساله ابو سيف والله. لازم رن عليه تليفون. صراحه ما بعرف. هل تؤمنين بجمله اقرب شيء لقلب الرجل هو معدته؟ شوفي هو يعني الواحد بعد ما تزوج انه اوكي يعني المعده لها دور، بس الصراحه التفاهم قبل اي شيء. تفاهم. متأكدة التفاهم. قبل المعدة وقبل الحب وقبل كل شيء. إذا في تفاهم وفي احترام كل شيء بالحياة بمشي تمام. حلو. يلا خلينا تعطينا كم من نصيحة. طيب إيش بدك تعمل عشان نطلع تواصل يا ميسم؟ هلا نزلت الثوم، مجرد ما طلعت الريحة ما بخليها تتحمر، بنزل الحمص عشان أنزل الرز عليها وأحركهم مع بعض. حلو. هلا الرز أنت كله ماشي فيه بالعيار. بالعيارات اللي إحنا أعطيناهم 100%. وبترجعي بس قلتي لي بتزيدي شوي على مرقة اللحمة. أيوة. طب هلا بدك تعمليها؟ لا هلا بزيد على الرز. لما هلا بدي أنزل الرز راح أزيد عليها من بهارات القدرة وراح أحط عليها هيل. الهيل بيعطيها طعم. طب على سيرة البهارات أنا بدي أحكي عن بهارات معينة يعني إن شاء الله رح تشوفوها معنا قريبا جدا 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 هون ببهار نار، ودائما شهادتي فيها مجروحة ومن أكثر البهارات اللي أنا بحبها، ودائما بحكي مع سيد طارق نصار اللي هي بهارات نصار. أنا بالنسبة إلي بدك تجربوا بهارات لازم جربوها من هلأ عشان إن شاء الله الفترة الجاية رح أعملكم فيها كتير وصفات كتير أفكار كتير حلوة، ولكن فعليا أنا بجوز موضوع البهارات شهادتي فيها مجروحة. بهارات نصار بدي أوجه تحية أكيد للسيد طارق، وسعيدة أنه رح يكون معنا هنا بإبهار ونار. رح نطلع فاصل كتير صغير ونرجع نكمل وصفاتنا مع ميسم. في
يعني بدنا نحكي لكم اهلا وسهلا من جديد. اليوم حلقتنا مميزه، معنا ميسم سحيمات عم تعمل لكم وصفات على طريقتها الخفيفه لطيفه. وميسم حدا كثير لطيف وبتعمل لكم افكار قريبه كثير لبيوتكم، وصفات كمان برضه كثير قريبه لبيوتكم. مرو لو سمحتي حطي لنا صفحتي على الشاشه، الناس اللي حابه تتابعها تشوف افكارها، تشوف شو عم تعمل لكم اكلات، كمان يعملوا لها فولو. انا بحب كثير تدعموا دائما ضيوفي، تسالوهم اي سؤال انتم حابينه. دعم كثير حلو مني ومنكم مع بعض، بنوصل كل حدا حاب يعمل شيء لمكانه كثير حلوه. ميسم احنا بدي تعيدي لي، لانه احنا القدره اخذت وقت كثير طويل، بدنا نعيد على السريع شو عملنا فيها، لانه انت حطيتي، خلينا افتحها عشان يشوفوها الله يخليكي، وتشرحي لنا ايش عملتي بالاخر. هلا بدايه سلقنا اللحمه، اوكي، قلبت اللحمه بزيت، حطيت عليها بهارات قدره، بهارات مشكله، بعدين حطيت مي قمت الزنخه، حطيت عليها هيل حب وحطيت عليها قرنفل، سوري هيل حب وورق غار. أوكي. بعد ما ضغطتها مده 40 دقيقه جبت الطنجره وبلشت اعمل الحشوه اللي هي سمنه بلدي، بعدين نزلت فيه البصل والثوم، طبعا كله مهروس صغير، ونزلت عليها الحمص الحب، نزلت الرز قلبته فيها. أوكي. نزلت عليه بهارات اللي هي بهارات قدره والهيل، صراحه كثير بعزز النكهه، قلبتهم، نزلت عليها ثوم بقشره، وهذا شيء اختياري، اللي بحب يحطه يحط، اللي ما بحب يستغني عن هاي الخطوه. ونزلت معها اللحمه والمي على العيار، كل كاسه رز بسمتي بدي كاستين مي لحمه لها، وحطيتها على النار وسكرت. طيب نحكي عن الرز، انت حطيتي كمان سنون التوم زي ما هي بقشرها، غسلتيها بس وحطيتيها بالاخر. 100%. اسمعوا الريحه، اسم الله اسم الله، يعني القدره مش يعني كلها بنعرف نعملها، بس مو كل حدا بيعرف يتفنن فيها صراحه. بس انت الريحه ما شاء الله بتجنن. الحمد لله. بدي ارجع احكي لكم اكيد عن رز تاجر البسمتي، المتوفر بكل الاسواق الاردنيه، المؤسسات المدنيه والاستهلاكيه، متوفر بالسوبر ماركت، هايبر ماركت، بالدكان اللي جنب بيتك، بكل مكان. رز تاجر البسمتي انا صار لي اكثر من سنتين بحكي عنه، اللي ما جربه هلا لهلا راح عليه كثير. حلو تجربي، غيري، شوفي ظابط معك، شوفي نكهته، لانه بيمتص النكهات بطريقه كثير حلوه. غير هيك بربحوكم اونصه من الذهب بنهايه الشهر و100 دينار كل يوم. خذوا الكوبون الموجود جوا كيس الرز وعلى صفحتهم على الفيسبوك لحتى تكونوا احدى الرابحين. هلا بلشنا نشوف هلا سلطات المعكرونه. هاي سلطه موسمها بالضبط، وكثير زاكيه لجمعات، لمزارع، لرحلات، بتشحي. هلا بدايه ناخذ المقادير. طيب ناخذ المقادير عشان نعمل احنا وياكم سلطه المعكرونه. لسلطة المعكرونة رح نحتاج أكيد معكرونة ملونة، عرق بصل أخضر مفروم، زيتون أسود مقطع، ذرة، علبة فاصوليا حمراء، حبتين فليفلة ملونة، حبتين جزر مبشورين، أربع حبات مخلل خيار، وعندنا توت البري أو كمشة. إيش كمشة؟ كمشة، كميتها كمشة. أوكي. سلطة المعكرونة عندنا كوب مايونيز، لبن من المراعي، ربع كوب من الخل الأبيض، معلقتين كبار من سكر شعبان، وعندنا ضمة بقدونس مفروم، جبنة برميزان أو موتزاريلا، وعندنا ريحان مجفف. ما هو الغريب بالموضوع مش انه انا مش عارفه مش انه كمشه، بس الغريب انك تحط كمشه على المقادير، يعني مش حاطين لي كرامبري اصلا، يعني انه ايش حاطين لي كمشه؟ انا راح بالي بلكي انه كاتبين شيء اسمه غلط، يعني فاهمه؟ فليه بدنا نحط كلمه كمشه؟ خلاص حط توت بري وخلاص، هي حط قد ما بدك كميه، لازم كمشه؟ والله هذا لانك ما بتقرأ المقادير يا مروه، بس اوكي. انت بسمعتهم شو انا وياهم هلا، انا وياهم بطوشه حاليا. طيب هلا رح نعملها، ايش بدك انت قولي لي ايش ناقصك؟ هلا ناقصني اللي هو الكرامبري. جيبوا لنا اياه الكرامبري صبايا، هلا بجيبوا لك اياه. موجود المخلل، موجود الدريسنج، لبن، مايونيز. اوكي تمام، عادي عادي قولي اذا ناقص شيء بنجيب لك اياه. المفروض انه كله كامل. تمام، انا حاطه الدفتر، شوف كيف زي انت كمان تكتب انت. طب انت يا جماعه بتسجلي كل شيء على الدفتر ولا بتحفظي؟ لا على النوتس الموبايل كمان كله. يعني لا انه بتسجلي، يعني سواء الدفتر ولا على النوت الموبايل بتسجلي. بالضبط. حلو. طيب المفروض انه كل شيء موجود، اشوف احنا انا بقول لك قرات لك المقادير، انا على السريع بحفظ. عندنا الصوص، اللبن، السكر، الخل والمايونيز، هيهم جاهزين. اوكي، وعندك هون هي المكونات، هي عادي اي شيء موجود بحطوه. اكثر خليني اعطيكي لو سمحتي. هلا بخليهم يحطوا لك مايونيز وهيك. تفضلي بلشي مع بلشي بالقصه. هو انا بدي طب بلشي حط اللبن. تمام. هلا بدايه بدي احكي انه هاي السلطه اهم شيء فيها الدريسنج، الدريسنج تبعها اللي هو الرانش صوص. الرانش انا بحب اعمله بالبيت صراحه، ما بحب اشي جاهز عشان اتحكم بالمكونات زي ما بدي. هلا بالنسبه للرانش الطبيعي انه يكون اللبن والمايونيز فيه نفس الكميه، بس بصراحه بعد المقاطعه
لما صرت استخدم نوعيات ثانيه صرت لا الاقي في نوعيات بدها لبن زياده. اوكي. فعيار عيار اللبن ممكن يزيد نص كوب. حلو. فهلا عندي يعني انت قصدك مثلا كمثال كوب لبن نص كوب مايونيز. بالضبط. حلو تمام. او كوب ونص لبن كوب مايونيز. تمام. هلا اول شيء حطينا بتحبي تمشي على العيارات بالوصفات 100% لهلا انا الرز ما بعمله الا على العيار. اوكي نحكي قد ايش صار لك متزوجه ميسم؟ انا 12 سنه ما شاء الله زواجي 12 ما شاء الله ما شاء الله يلا كيف اجت القصه. طيب بعد 12 سنه الزواج ايش بتقولي لابو سيف؟ بحكي له يعني هو السند والظهر وهو كل شيء الحمد لله الله يخلينا اياه يا رب ان شاء الله يا رب يا رب خليك يا خلي لك اولادك امين يا رب. هلا بدي ربع كوب بدي كمان مايونيز احط لك؟ لا 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 هيك عياره تمام. اها ربع كوب خل بدنا النكهات تبلش تتوازن وبدي كمان سكر معلقتين كبار. نجيب لك معلقه ولا امورك تمام؟ انا بجيب وسكراتنا اكيد شعبان وهي عم تجيب بس تاخذ السكر. لازم احكي لكم عن منظفات الجزيره، زمان ما حكينا عنهم، زمان ما حكيت لكم انه هلا احنا بالصيف بنغسل كثير وبنجلي كثير لانه دائما عندنا طلعات لاولاد كثيره بيروحوا على مثلا ملاعب كثير تفاصيل او مثلا عندنا جلي كثير لانه دائما عندنا عزايم وسهرات في الصيف. عليكم بمنظفات الجزيره. منظفات الجزيره بتعرفوا احنا بنبلش من سائل الغسيل، عندنا مسحوق الغسيل بعده روائح مختلفه، عندنا منعم الملابس، عندنا كمان اللي هو ايش الجلي اللي بغسل فيه ايدي على قد ما هو ناعم على الايدي وكمان غير انه ناعم على الايدي ريحته كثير حلوه، فيه اكثر من ريحه، فيه ليمون فيه تفاح فيه توت، والحلو انه سعره اقتصادي ومتوفر بكل سوبر ماركت بكل هايبر ماركت. فانا مع منظفات الجزيره محلي اردني وصناعه محليه، تذكروا هاي الشغله. هلا بحب اضيف لها معلقه كاتشب. حطينا مايونيز وحطينا لبن. ايوه وحطينا ايش كمان؟ خل. خل حطينا سكر وزننا النكهات 100%. حلو تمام. حركنا. هلا بدنا نبلش ندخل الاشياء الزاكيه زي حلو. مثلا في عندنا هون ريحان مجفف بنلاقيه عند اي عطار، يعني بتعطيها نكهات حلوه 100% النكهات الايطاليه. حلو تمام. بعدين ما يسم زي 100% كله 100% اوكي. هلا ممكن نضيف لها روزماري بس يكون مطحون اكثر، انا عندي هون خشن ما راح احطه عشان ما ياذي اللي بياكل. تمام. هلا عندي بدي احكي عن البقدونس، البقدونس اذا ما كانت فرمته هيك ما تحطوه. مين فرمه هيك؟ على الآلة فرمته. اوكي اوكي على الفود بروسيسر. بس يعني انه مفروم ناعم ناعم ناعم. اذا ما كان زي هيك ما تحطوه راح يخرب لكم نكهه السلطه. اوكي بدي اياه زي هيك. تمام. هلا بنزل البقدونس. عاده ما يسمى من وين بتجيبي افكارك وصفاتك؟ من وين بتاخذي؟ من وين بتطوري حالك في موضوع الوصفات؟ هلا الواحد مع الخبره بصير يتخيل النكهات. أوكي. مثلا انت هلا اذا شفتي وصفه مش انت مجرد ما شفتيها بتحكي انه هاي زاكيه او مش زاكيه. صح 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 صح, صح, صح بتصيري تتخيلي انه هاد بلبق مع حد. هلا يعني دائما المكونات بتحسيها بتصيري تعرفي لها في بينها علاقه، يعني في مكونات بتحب بعض. أوكي. بتحب تكون بنفس الصحن، في مكونات لا بتقول لك ابعدي ابعدوني انا ما بدي اكون هون موجوده. بدي افتح صفحه ميسم. صراحه صار عندي فضول، بتعرفي كيف الفضول الواحد يفوت يحضر وهكذا. قولي لي. هلا بدي اضيف المعكرونه، بدي اياها تتشرب الصوص اكثر من اي شيء ثاني. بس حبيت فكره الصوص. كثير صفحه زاحن. صفحتها لميسم صارت معنا على الشاشه. ميسمز يا جماعه هي اندرسكور كيتشن موجوده عندكم على الشاشه، بتقدروا تعملوا لها فولو وتحضروها وتشوفوا ايش عم بتقدم لكم افكار حلوه. اكثر شيء انستغرام ميسم صح؟ انا انستغرام، يعني تيك توك جربت افوت عليه شوي بس ما هو خلص بعد ما لقيت حالي صار غلبه الصراحه. لقيت حالي بالانستا اكثر. اوكي. هلا بحب انه المعكرونه، اي نوع معكرونه بتحبوها استخدموها. لازم ادوقها عن جد زاكية. مرة تانية ارجع احكي لي الصوص حبيت صراحة. الصوص معلقة كوب لبن. أوكي. مع كوب مايونيز. أوكي. مع ربع كوب خل مع معلقتين سكر. حلو. وايام بحط مية ذرة بس بحاول اختصر هذا الموضوع عشان المواد الحافظة. أوكي. وبنزل عليها بقدونس مفروم ناعم، صراحة بحب ادخل الخضار للاولاد بهي الطريقة انه ما يحسوا انهم بياكلوا، والبقدونس اذا كان خشن رح يخرب للدنيا. تمام. أوكي. هلا هيك بدي اياه يتشربها. اي نوع معكرونه بيضبط. حبيت صراحه حبيت. تمام. هلا ببلش انزل بالجزر. اوكي بدي انزل فلفله ملونه. لا مش ناسيه اسحك تنسي الكمشه هلا. والله الكمشه ما جابوليش اياها. جبتولي لك هاي مره خلينا كملي كملي. اوكي كامبري يا جماعه فلفله ملونه راح يكون في عندي برضه ذره. اوكي بدنا نلون الدنيا صيف. بتحبي تضيفي على الوصفات افكارك نكهاتك طبعاً. نفسك طبعا اكيد. أوكي. يعني انا بحس مثلا السندويشات ببدع فيها. حلو. اذكى سندويشه بتعمليها ايش هي؟
صراحة كثير بحب سندويشات الستيك، بحب سندويشات الجاج. حلو. بالبيت الأولاد والعيلة إيش أكثر إشي بحبوا ياكلوه؟ الأولاد هلا مثلا سيف بحب الدوالي، بحب القدرة. يعني مش رايحين للأكل الغربي، رايحين أكثر أكل شرقي. آيلة لا، آيلة غربية. طبعا أوكي. هي الكمشة. هيها الكمشة حطيتها. وهلا زيتون أسود. وهيك بتكون السلطة إيش جهزت، بس أهم إشي بدنا صحن تقدميها. هلا بدك صحن. هلا بدي احط المخلل. المخلل عن جد بيوازن وبيعطي نكهه كثير زاكيه، ما يكون كثير بس لما ناكل حلو هيك يطلع فيكي من قطعه صغيره. اوكي. وفي عندي البصل الاخضر، لا تستغنوا عنه بهاي الوصفه. حلو، خليني ادوها قبل البصل. انا حسيتها كثير زاكيه. ان شاء الله. كملي كملي. عم نسمع عم نسمع. انا باكل وبنسمع. وهي البصل الاخضر ما نستغني عنه، كل ما زاد كل ما كان اذكى بالنسبه لي. البصل اها تمام. هلا في عندي جبنه بارميزان. انا بتخيل هي رح تعطيها هاي النكهه. يعني هي اللي رح تكون هيك في هاي الحديه الزاكيه. ايوه. وبدي من عندك تعطيني جبنه موزاريلا. طبعا احنا عندنا جبنه موزاريلا حبايب المراعي. عاملين الثلاجه بس اشوف حاطين وصفه ثانيه، لانه احنا حاطينه بالفريزر. بس قلنا تمام، لانه جبنه الموزاريلا من المراعي برضه متوفره. احلى شيء اصلا بالمراعي من غير ما احكي، موجوده بكل دكانه، بكل سوبر ماركت، بكل هايبر ماركت، موجوده بكل سله منتجاتها اللي كثير كبيره. اليوم موجوده زي ما انتم بتعرفوا بكل مكان، زي ما حكيت لكم عندنا العصائر، عندنا الالبان بانواعها، اللبنه، عندنا الجبنه الكريميه هلا اللي كمان موجوده بالسوق بطريقه كثير حلوه، الجبنه المربعات، السلايز، كل هاي المنتجات من المراعي اكيد غنيه عن التعريف، موجوده بكل مكان. ما احلى الالوان. بالضبط. ما احلى الالوان. منعشه هيك شغل طيب. كثير الوانها حلوه. هلا الاجبان بيقدروا يستغنوا عنهم اذا بدهم. ما ذوبتها، كسرتها خلاص. قولنا تمام. يعني احنا نطلع فاصل. عملت هيك ولا ما عملت هيك؟ رح نطلع فاصل. لا اوكي. قولي يا ميسم. هلا بالضبط نحط الجبنه بتكون هيك جهزت معي. تفضلي هاي الجبنه. شوفي ما اسهلها وما اسرعها. عشان اعطيكي صحن تسكبيها فيها. ايش رح تسكبيها؟ معي صحن. معك صحن؟ امورك تمام؟ اوكي تمام. فخاره حلو. نحط هدول هوني. تمام. هيدا ولهونا. حلو حلو، الالوان كثير حلوه. اعطيكي شيء اكبر تحركي فيه واريح لك. يا ريت. عشان يعني المعلقة اللي معك شوي صغيرة نسكب فيها. تفضلي. بريحة القدرة بتجنن. الحمد لله. تفضلي. حاضر يا علي. أمر أمر سيد علي. إيه. الله يجبر على قلبها ميس أفندي، مش أنت ميس مرته. عشان تشبه الأسماء والله يا علي. تمام. هلا من حضرتك وهيك جهزت. حلو. معي السلطة. ألوانها ما شاء الله، حتى قبل ما تسكبيها بالصحن طالعة كتير حلوة. هلأ رح نسكبها بالصحن ورح نطلع فاصل كتير صغير، بس ما تروح لأي مكان لأنه بنكمل وصفة حلوة بعد الفاصل مع ميسم. اهلا فيكم من جديد بحلقتنا. اليوم معانا ضيفتنا الحلوه ميسم. ميسم عم تعمل لكم وصفات وافكار كثير حلوه الصراحه. المنظر المعكرونه طالع سلطه بجنن بجنن عن جد، كثير حلو. وهلا موسم السلطات البارده صيفيه، لا بقى كثير للعزايم، للمناسبات، لكل شيء. احنا رح نروح هلا لهي الكيكه اللي هي الكيكه المالحه اللي بيقدروا يضيفوا لها اي نكهات هن بيحبوها. بالضبط. اوكي بس يعني. عشان هي هاي شوفوها علي وين طلع ما احلاها. هيها شوف شوفوا طلعوا. خلص خربتها وخربتها عشان ندوق كمان. طلعوا ما احلاها قد ايه فلفي. كم مره صرت احكي لكم انا ما بخرب، انا بورجي الناس. في فرق دائما بقولوا خربي، بس انا بحس انه الناس بتحب تشوف الإشي من جوا. 100%. زمان ما كنت اقطع الكيكه يا محمد، كان دائما الناس تقولي ليه ما عم تقطعي، بدنا نشوفها من جوا كذا. خلص هيني صرت اختصر الموضوع تماما. هلا اصلا هي كانت مهمه تقطيعتها عشان في كثير اشياء بدنا نشرحها عنها. طيب هلا وانت عم تعملي فيها ناخذ مقاديرها لو سمحت يا سيد علي. لا الكيك المالحة أو كيكة الزعتر والجبنة رح نحتاج لثلاث حبات من البيض، معلقة صغيرة من الملح، عنا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الخل، عنا نص كوب من زيت شعبان، وكوبين من الطحين، معلقتين كبار من البيكنج باودر، وعنا نص كوب من زيت شعبان.
وكمان رح نحتاج لربع معلقه صغيره من البيكنج صودا، وعندنا معلقتين كبار من الزعتر الساندويتش، زعتر الساندويتشات زعتر الرش مع زيت، اوكي، معلقتين كبار من السمسم المحمص، كوب زعتر اخضر، ربع كوب نعناع اخضر مفروم، كوب من جبنه الحلوم المقطعه اكيد مستخدمينها من المراعي، وعندنا نص كوب من الزيتون الاسود الشرائح وزبده المراعي. معجبة بالسلطة، أنا بحب السلطات المعكرونة كثير، ودائما بنزل لكم وصفات كثير حلوة بسلطتها، الصراحة ألوانها رائعة، ألوانها حلوة، بحب أنكم أكيد يعني تجربوها على طريقتها، وأنا خليني أدوق هالكيكة الحلوة. أنت مو مخلية، سمسم حاطة، سماء حاطة، زعتر ناشف إحنا بنقول له، زعتر ناشف اللي هو زيت وزعتر. ايوه هو مش الزعتر، انا ما احب ما احط الزعتر الناشف أوكي. عشان ما يفكروش الزعتر العادي، لا 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 الزعتر الناشف دقل اللي هو هيو هذا الزعتر. اوكي تمام اوكي ابلش بلشي هلا. اول شيء المعكرونه قد ايه حلوه انا وياها، بلشي هلا. اول شيء بدي 3 حبات من البيض أوكي. تمام، بدي اياهم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. ليش دائما بنحكي البيض يكون بدرجه حراره الغرفه؟ عندي اكثر من سبب. اول سبب بدي اياهم عشان يتجانس الخليط كثير منيح، لما يستوي تستوي معي كل الاطراف وما يبرد لي الكيكه، لانه اذا الكيكه بردت ونزلت درجه حرارتها هون راح تخرب معي وتعجن من جوا. اوكي تمام، هي نزلنا عليها ملح وفلفل اسود عشان البيض يصير له نكهه. ميسم حطيتي ملح، ملح وفلفل اسود على البيض، 3 بيضات تمام بالضبط. تمام 3 كفايه، اذا كان حجمهم صغير بحط 4. حلو، هلا ببلش اخلطهم. تخلطيهم من غير اللبن من غير ولا شيء؟ ايوه بالضبط. اوكي بعد ما تخلطيهم حنزل عليهم اللبن. اوكي لبن قد ايه بتاخذي عيار من اللبن؟ كوب واحد. تمام تمام، لازم يخفقوها كثير ولا خلص تمشي الحال؟ بدي اعملوها على الخلاط العادي. هلا بدي احكي لك، هلا دائما البيض ما نبالغ في خفقه. اوكي اوكي، هو بتحمل بكل الكيكات قصدك ولا بهاي بكل الكيك؟ انا بدي احكي عن بشكل عام كل الكيكات، كل القواعد هاي لكل الكيكات. اوكي، ما تبالغوا في خلط خلط البيض عشان ما اخرب الكيكه معي. يعني انا انه انت بتعرف انه بالعكس ايش البيض كل ما انخفق كل ما نفش كل ما نفشت الكيكه. لا بس ايام هلا هاي الكيكه بالذات المالحه بيقدروا يعملوها بالخلاط من غير ما يخلطوا البيض، كله بيخلطوه مع بعضه عادي سهل. بس بكيكات الحلوه يفضل انه ينخفق احسن، يعني كل ما صار فوم كل ما نفخت الكيكه كل ما طلعت هشه. تمام أوكي. هلا في عندنا عوامل ثانيه رح تخلي البيض الكيكه هشه، زي شو؟ هلا هاي الكيكه مش كل الناس تزبط معهم، تعرفي هلا اذا مشوا على عيار والتكنيك صح رح تزبط معهم 100%. اوكي تمام، هلا اهم شيء حكينا الوصفه تكنيك اوكي ومكونات. حلو. اخذنا المكونات صح، مشينا على التكنيك صح، عمرها ما بتخرب معي. حلو، انا بحس هاي الكيكه بالذات المالحه حرام في ناس كثير بتعجن معها لانه ما فيها. هلا اللي بيخلي الكيك ينفخ عشان تكونوا عارفين هو البيض مع السكر. فاهم على الكيك اللي ما فيه سكر هو اللي بيعجن، فعشان هيك زي ما قلت لكم ميسم يعني امشوا معها على التكنيك بهاي الكيك اللي حتضبط معاكم. تمام، هلا شو عملنا؟ بدي احرقها. هلا رح تنزلي زيت الزيتون، خلصنا. لا زيت القلي مش زيت الزيتون، زيت شعبان. اها اوكي، حنزل نص كوب. حلو، طبعا ليش استخدمت حبيت انك انت تستخدمي اكواب معياريه بكل شيء عشان يزبط معك كل وصفات، حتى بالرز استخدمتي اكواب معياريه، هون استخدمتي اكواب معياريه بالضبط عشان يعني الواحد تكون نتيجه 100%. صح اوكي، استخدمنا زيت القلي. زيت القلي دائما بيعطيني الطعم الخفيف. اوكي، يعني مثلا اذا حطينا ما بتعجن بسرعه. برافو أيوة. عليكي صح. هلا في عندك الكيكات لازم تكون هيك من جوا مدبقه، بحط لها زبده لانها لما تنحط بالثلاجه راح تلزق. اوكي زيت الزيتون ثقيل شوي، هاي بتخليني اسحب اكثر من قطعه. حلو تمام، رح تحطي خل. خل كان لازم احطه دايركت على البيض. هلا اول وظيفه للخل اللي هي بقيم للزنخه، ثاني وظيفه رح نحكي عنها بعد شوي. أوكي. اوكي وبحرك وهيك بكون خلصت من السوائل. بلش بيه
المكونات الناشفه. خلص هيك خلصنا احنا الاشياء طبعا. هدول خلينا اخذ هاي عنك لو سمحتي. حاضر يا علي. علي لانه اي شيء فيه صوت بقتل لي علي. تمام هلا هلا رح ابلش بمرحله النواشف اللي هي بدايه بدي اخذ من هون اشي. تفضلي. بقول لميسم قد ايه رايقه؟ بتقولي انا حتى بالبيت هيك رايقه مع الاولاد مع زوجك مع كل شيء رايقه. بس اذا عصبت خلص يعني. لا ما بتخيلكيش عصبيه بالمره. احذري الحليمه اذا غضب. لا ما بقول اياها. لا 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 اسمعي حتى هي هيك حتى وهي بتتحرك لطيفه وهي بتحكي لطيفه وكل شيء لطيف. شكرا. الله وكيلك انت. انا هلا لو يدخلوا انا واللي بتابعونا بمقارنات الله وكيلك انا ما بسكت. ما شاء الله عليك. صوتي عالي ما ابصر ايش، فانا دائما ايام بكون بدي هذا الرواء يعني زي انت هلا. بس ما شاء الله عليك شايف انت يعني حدا كثير مميز. اي حبيبتي تسلمي لك يعني هذا والله من ذوقك. بس انه بصير ادور على الرواق بطلت الاقيه، بطلت اعرف بطلت اعرف اكون رايقه. فانا عم بقولها انت عن جد هلا بالفاصل عم بقولها انت عن جد هيك رايقه، بتقولي دائما انت يعني. فهي نعمه. الحمد لله. بالضبط هي نعمه عن جد نعمه، لانه الحياه بدها الانسان يكون عن جد عنده نفس طويل. هلا ردود افعالي انا في مواقف انه بيكون لازم يكون رد فعل قوي عندي بيكون طبيعي، وفي مواقف لا يعني بدها رد فعل بارد. بعطي رد فعل مش طبيعي يعني كثير عنيف، فبستغرب انه يعني ليه هذاك الموقف يعني ليش الموقف. ردود افعالي انا غير متوقعه بالنسبه لي. هلا بدي احط انا كوبين طحين. طيب بيسم عشان الناس اللي عم بيحضرونا بدي ارجع اعيد، انت شو حطيتي هون؟ هون حطيتي ثلاث بيضات، ملح، فلفل اسود، كوب من اللبن، زيت نص كوب. نص كوب بالضبط. وحطيتي ايش كمان؟ حطيت معلقه خل كبيره. ومعلقه خل كبيره عشان قلنا الزنخه. الزنخه وفي سبب ثاني بنحكي لما نوصل له. بعدين هلا رح تحطي رح تنخلي قد ايه طحين؟ راح انخل كوبين طحين. اوكي. تمام عشان ما بدنا يكون في شيء مكبتل بالكيكه او حلو. عشان يعني تخلي فيها هواء برضه بيساعد على هشاشة الكيكة هو تنخيل الطحين 100%. هلا راح احط بيكنج باودر. اوكي. راح احط معلقتين كبار. معلقتين كبار. اوكي. راح احط ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا. من البيكنج صودا. طيب اخذ لك الاشياء اللي خلصتيها عشان تاخذي راحتك. هلا حستخدم هاي. استخدمي اللي بدك اياه. تمام. هلا بدي احكي عن البيكنج باودر والبيكنج صودا. البيكنج باودر هو نفسه بيكنج صودا بس هاي كانها مشغاله. شغاله. احركيها اشوف. ايوه مش انا واحده ثانيه. طب كملي كملي انت هلا. واحكي هلا عن البيكنج باودر. هو عباره عن بيكنج صودا معاه حمض ومعاه نشا عشان ما يكبتل. تمام. اوكي. البيكنج صودا هي بس عباره عن هي انا بدي استخدم لها حمض عشان تشتغل معي. هي شو وظيفتها؟ هي وظيفتها بتساعد لي البيكنج باودر عشان ترفع لي الكيكه. يعني انا لو عندي طنجره ثقيله جيت رفعتها لحالي حرفعها شوي صغيره مثلا عن هاي الرخامه، باجي بقول لك شيف ممكن تساعديني تقولي لي ولا يهمك ترفعيها معي، فبنرفعها بنتيجه احسن. وهاي وظيفه البيكنج صودا هون. تمام. بس اذا ما كان في اسيد هون لا تسمن ولا تغني من جوع، كاني حاطه رشه طحين. انا دائما بحكي للناس ادعموا البيكنج باودر ببيكنج صودا او هي نفسها الكربونه. بالضبط اللي هي الكربونه. هي بتساعد بس لا تكتروا منها لانها بتمرمر، بيطلع طعم الشيء مر حتى سواء كان حلو او مالح فبتمرمر، فيا دوب على راس المعلقه احسن شيء انكم تستخدموه. تمام. تمام. هلا حطيتي هون كوبين طحين، معلقتين من البيكنج باودر، وحطيتي بيكنج صودا ولا لسه؟ لا حطيت. حطيتي بيكنج حطيت صودا. بيكنج صودا حكينا قبل شوي. الخل له كان وظيفه ثانيه، وظيفته انه يكون هو الاسيد اللي راح يرفع لي الكربونه. حلو. هاي شغله. والشغله الثانيه اصلا في عندي لبن. صح. اللبن بيساعد انها تنفش تطلع حلوه. صحيح. هو الاسيد دائما بيجي اللي هو عصاير الفواكه زي ليمون. أوكي. زي حاسه دارسه برتقان. مش برمجيات. لا والله كيف انت شو علمي انت صح؟ بحب اقرا يعني انا. أوكي. بحب يعني قلت لك انا لا دارسه انا مش قارئه دارسه. يعني مثلا انا ليه حطيت هاي هون وما حطيت انه اوكي طب شو يعني شو الفرق؟ فبتفوتي تكتبي وتقراي وتقراي يعني بقرأ الموضوع بقرأ بس تشوفي وصفه. بقرا بقرا بقرا. مظبوط. حلو والله برافو عليك. لا شطوره. الله يسعدك. هلا في عندي اخذ جبنه من المراعي. تمام. جبنه حلوم. حلو. هي بيجي فيها اصلا زعتر. بعطيها شطفه وبقطعها صغير. أوكي. وبصفيها كثير منيح من المي عشان انا ما بدي الكيكه تعجن معي. حلو. بحطها بهاي المرحله. جميل. تمام. وبحط معلقه كبيره من الزعتر عشان يعزز لي النكهه.
دقه الزعتر. اها وراح تحطي السمسم ولا السماء؟ والسمسم هلا لا الزعتر هو فيه سماء. اوكي ماشي. تمام أوكي. هلا وراح احط برضه سمسم. انا من الناس اللي بحبها كثير هاي الكيكه بتعرفي يعني انا بالنسبه لي كثير مفضله وبزعل الايام لانه بالبيت ما حدا غيري بياكلها. بكل اهل البيت هن يعني في كثير ناس مش يعني حتى اهلي يعني وزوجي اولادي مش رايحه معهم قصه الاشياء المالحه. ايوه احنا عندنا الكيك خلص بس حلو. انا مثلا بحب افطر عليها الصبح كاسه شاي مع عيش بدوري. قولي لي بتشهي بدور على الزيتون. لقيتي اذا ما لقيتي جيبوا لنا زيتون صبايا على السريع. بيجيبوا لك من جوا لا بسيطه. كملي كملي. هلا نفترض انك حطيتي زيتون تمام وهلا رح احط الورق الزعتر الورق الزعتر الورق مغسول ومنشف منيح. حلو بحطه تمام. اوكي بدي كوب وبحط برضه هلا المفروض انا فارمه النعنع. أوكي. بس ما فرمته عشان ما يسود معي. حلو برافو. طب سؤال ميسم انت يعني طموحك اكيد عالي واكيد حابه تعملي شيء اكثر منه بس صفحه والناس تحضرك. 100% انت حاليا بتشتغلي؟ لا انا هلا بالبيت. هلا يعني لو خيرتي انك تشتغلي رح تروحي على مجال الطبخ ولا تروحي على مجال دراستك؟ لا بروح على مجال الطبخ صراحه لانه الدراسه خلص نسيناها شوي لي كم سنه متخرجه وانا يعني حاسه اني انا ببدع بالمطبخ اكثر ما ببدع بدراستي. سبحان الله اذا الانسان احب شيء بيبدع فيه. اها هلا بغلفهم كلهم. أوكي. بالطحين. تمام. ليش غلفتهم؟ عشان انا ما بدي اياهم يتجمعوا لي بمكان واحد ولا بدي اياهم يترسبوا بالقالب. أوكي. انا بدي اياهم كيف هلا لما قسمنا الكيكه كان فيها زيتونه هون حلو. حبه جبنه هون حبيت الفكره فانت حتغطيهم مع الطحين عشان يضلوا عشان اغلفهم. حلو جميل تمام تمام. هلا بدي انزلهم على معلقه. هو انا برضه جايبه. لا هي هاي هلا انت حرام جايبه كل شيء بس والله عندنا دائما بحكي لكل حدا والله العظيم عندنا كل شيء. تمام هلا بدي احكي عن شغله. لما احنا عملنا البيض اوكي عملنا في الخلاط الكهرباء. أوكي. تمام هلا لما بدي انزل خليط البيض وابلش اتعامل مع طحين ما بزبط استخدم خلاط كهرباء. حلو ليش؟ عشان راح نحرر الجلوتين. ايش يعني حررنا الجلوتين؟ يعني القوام تغير عندي وصار قوام معجنات بطل قوام كيكه وانا بدي الكيكه هشه طريه ناعمه. حلو اها هلا ببلش انزلها شوي وبعدين هيك بعمل فولدينج من تحت لفوق. بدك الزيتون هيجيبوا لك اياه. تمام رح تخلصيها وانت جايبي قالب لانه رح نطلع فاصل. هيك خلصنا خلصتي الكيكه. قالب بتكوني دهنيته باي شيء؟ لا بالزبده. بدي احكي عن بس القالب بس نرجع بحكي عنه. طيب احنا رح نطلع فاصل صغير برجع. يعني السفره عن جد بتجنن ما تقولوا لي. حتى طريقه عرضك لها كيف استخدمت الخشبيات مع الفخار كمان كثير حلوه. طبعا معانا اختها لميسم. انا بحب دائما احكي عن دعم العائلات والاخوات. قد ايه اخت انتو؟ احنا تنتان. يعني انتو يا بس فدا ايش اسمها؟ دعاء. الله يخلي لك اياها. جاي من السعوديه. يس بالضبط. اول ما وصلت شطب اختي لها اعترفي طبخت لك. هي لا او لا اختي لا عملت. شو بدي لك ذكريني. طلبت مني كبسه وطلبت مني ايش ذكريني بنسى ما بطبخ. يعني دليلي قد ايه صار لها بالاردن؟ طلبت بشمل. بنتها طلبت مني فعملت لها. ما احلاكي. هلا انت يعني الخاله اللي جمعتنا على الاكل الزاكي. ايوه بالضبط. والله اني يعني انا بحب دائما الانسان سبحان الله. بتعرفي انا مؤمن انه الاكل يعني بيجمع على اللمه الحلوه. ايوه بالضبط. وبيهدي النفوس والحياه والامور بتصير تمام. عشان هيك في اكلات عندنا البسيطه زي قلايه البندوره. زي هاي القصص الصغيره فيها ذكريات بالليل بالصبح. بالضبط. يعني بتلاقي هي اللي عن جد فعليا بتجمعنا. صح كلام. طيب احنا عشان خلصنا الكيكه نروح لوصفه حابه تعمليها. بس بدي اعطي ملاحظه انه القالب ادهنوه منيح بزبده. حلو. تطلع معاكم هذاك اللون وما بتلزق نهائيا. جميل. وانت اوريدي كمان مستخدمه قوالب الجرانيت. هي قوالب الجرانيت. أيوة. ما بتحتاج غير انه تدهنوها زبده يا زيت. مظبوط. ايوه بالضبط. حلو. وعشان ما تطلع الطبقه تبعت اللي هي تبعت الطحين. هلا بحب اقول لكم انه بالفاصل اكلت من القدره وكثير زاكيه. اكلت من هاي واكلت من هذيك الصراحه. فعن جد زاكيه. هي بتقول بقولها اسكبيها اذا بتحبي. لا هيني ساكبه. هي بقولها وهديك ساكيه سخنه. صحتين والف. طيب نروح على الفتوش الاردني. بالضبط. بطريقتك حبيت الفكره. ناخذ مقادير عشان نشوف شو مدخله فيه المكونات. ناخذ الطريقه. لفتوش الجبيد الاردني رح نحتاج لنص كيلو بندوره كرزيه مقطعه، 3 حبات من خيار مقطعه، عرق بصل اخضر مقطع، بصل صغيره احمر جوليان، وعندنا نعنع، وعندنا راس جميد مبروش، وعندنا خبز شراك محمص، وعندنا زيت زيتون. حبيت المكونات. احنا هوا منى
اكيد يعني بدنا نحكي لها لميسم والله فكره هالفتش ابتكارك. هلا بدي احكي لك شو قصتها. في عندنا بالطفيله سلطه اسمها سلطه الجعجول. شو الجعجول؟ الجعجول ما هو الجعجول؟ اللي هو راس الجميد، هذا هو الجعجول. سلطه الجعجول طبعا. أوكي. هاي سلطه الجعجول يعني صيفيه على الاخر، وانا عملتها على الصفحه عندي موجوده. بدي اسرق منك الفكره، بتعرفي اني انا ما بعرفها؟ مش طبيعي شو زاكيه، هما يعني بتلاقي الاغلب ما بيعرفها الا اهل الطفيله. سلطه الجعجول وهي حبيت الفكره، بس كيف بنعمل؟ هي نفس اللي انا بدي احطه هلا، باستثناء انه ما فيها خبز. حطينا خبز يعني نفس فكره الفتوش بس ما في خبز. ايوه بالضبط، جعجول. اوكي، هي اصلا بتتغمس بالخبز، يعني هي ما بتتاكل بمعلقه. حلو حلو، هي بتتاكل غماس. يا مروه كثير طلع معنا ضيوف من الطفيله ما قالوا لنا عن هاي السلطه، شو كل واحد بتعلم. بتشهي، انا هاي السلطه بموت عليها. حلو. طيب. بس البندوره شرط تكون حمراء. أوكي. تمام، انا استخدمت هاي البندوره لانه موسمها وصراحة من اطيب انواع البندوره. صح الكرزيه الصغيره. هلا شو ما انت بتحبي حطي. طيب احنا معنا دقيقتين فبدنا نخلص السلطه على السريع عشان بس يشوفوها. تمام. ما في ولا لا هي وحده. اها هي وسخه اعتقد. لا امورها تمام. اها اوكي كملي. تمام، هلا بحط البندوره وبحط النعناع. شو ما بتحبوا خضار حطوا بندوره ونعناع. هي عملتها انت اقرب للسلطه العربيه يعني. بالضبط، هي قريبه بس الجميل رح يعطيها نكهه مختلفة. هلا البصل بكون حاط عليه زيت زيتون عشان يخف لي حدته، بحط معه زيت زيتون. اها حلو. وبحط خيار، اي شيء بدكم تستثنوه استثنوه. حلو. ما في اي مشكلة. فإذا حطينا بندورة كرزية، نعنى، حطينا خيار، وحطينا بصل احمر مقطع. اها هلا بدنا نيجي للجلد. حلو، للجلد الجميد وخلوا فيه زي هيك خشن يعني شوي. بالضبط، عشان مع زيت الزيتون هيك يجي تحت السن وتحت اللسان. جيتي على الوتر عندي. انا هدول القصص بعشقها. هلا وبدي احط عليها ايش؟ زيت الزيتون، وهيك بكون خلصتها. جد بهالسهوله. شوفي كيف ما اسرحها. الله، اسمع انا هاي السلطه اعتقد لكم اسمها رح اخلقها اليوم رح اعملها بالبيت. بتشهي. خلص انا هاي سلطه الجعجول. الجعجول. ايوه الجعجول. اوكي خلص احفظها ورح اصورها ورح انزلها، لانه انا النكهات ببالي قد ايه زاكيه مالح. ما صرت ما بتحطي ليمون ولا شيء؟ لا 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 لا، ولا حتى ملح ما بحط لها، لانه اصلا ماخذ الملوحه من الجميد. أوكي. كل ما بتقدري تزيدي جميد، بس اهم شيء نوعيه الجميد تكون زاكيه. اذا نوعيه الجميد بدي اعملها وبدي اصورها كمان. نوعيه الجميد مش زاكي حتطلع معك السلطه مش زاكيه، فلازم نجيب جميد. بالضبط. طب انتوا اهلي طفيله كركي ولا طفيله جميد؟ لا طفيله. طفيله العنصريه. زي يعني كل واحد بيعتز. كل واحد طبعا. شوفي انا دائما بضل اقول هلا بس لما انقطع يعني هون بعمان بجيب كرك يعني. طب انت بتجيبي من الطفيله؟ بجيب من الطفيله. احنا كانت معنا سيدي رائعه طلعت معنا من الطفيله، مش متذكره عملت معنا الجميد وعملت معنا السمنه. بس بدي البوله تبعتها. اوكي ابدعتي الصراحه ميسم. صراحه ابدعتي. هيها ما شاء الله عنك. الله يسعدك. حتى الوصفات سهله سريعه بسيطه ما اخذت معها وقت يعني. وهاي وصفه صيفيه هاي. إيه هاي لازم تكون بارده. خلص انا هاي الفكره احنا بنعمل زيها بس بنحط لبن جرشي. نفسها. ايوه وانا حتى مصورتها وحطيتها، بس انه بالجميد صراحه ما بحياتي جربت، بس هلا رح ادوها. بس برضه بحكي لازم تخيلتها بتشهي، تكون بارده ولازم يكون الجميد زاكي. الله. غير هيك انسوا الموضوع. هذا نظيفه. تمام. أوكي. حلوة حلوة أبدعتي صراحة. أبدعتي بالصفة كتير حلوة. أبدعتي بكل شيء. مروة لو سمحتي ارجع حطي لنا صفحتها على الشاشة لميسم عشان الناس اللي حابة تتابعها تشوف وصفاتها تشوف أفكارها. وحلو كتير حلو. شوفوا كيف أنا هلأ طالعة معها يعني اتعلمت منها وصفة بطريقة سبحان الله خفيفة لطيفة. احنا بنتعلم من بعض. ميسم هي عندكم ميسم _ كيتشن، بس فوتوا على صفحتها. هي بالعربي أسهل لكم على فكرة، لأنه هلأ لما كنت أدور عليها عربي أسهل. أيوة ميسم. فاكتبوا ميسم زحيمات بالعربي رح تطلع لكم صفحتها، احضروها تابعوها. عندها افكار كثير حلوه، عندها وصفات كثير حلوه، وزي ما انتم شفتوا اسم الله هي يعني شطوره، عارفه التكنيك، عارفه المعلومات اللي راح تساعدكم انه تنجح معاكم الوصفه. هون حطيتي بس البصلات. أيوة. والخبز الاشراك، حتى انه حاطه خبز اشراك انها اردنيه. ايوه رائعه رائعه. وانت ابدعتي وانا مبسوطه فيكي قد الدنيا، ومبسوطه انه بوصفاتك وافكارك كثير حلوه. ميسم قبل ما نختم ذكرينا شو عملتي اليوم. هلا اليوم عملنا القدره الغزاويه، سلطه المعكرونه، الكيك المالحه، وحكينا عن التكنيكس كيف تتساوى، وعملت بالاخر الفتوش الاردني او هي سلطه الجعجول بس مع اضافه خبز. سلطه الجعجول رائعه، شفتيها على الشاشه كيف طالعه شكل السفره. ابدعتي شطوره اسم الله عليك. شكرا لك جدا. وانا بحب انكم تدعموها، بحب انكم تحضروا صفحتها وتتابعوها وتشوفوا شو عندها افكار حلوه وبتجنن. فخوره فيكي قد الدنيا. ان شاء الله يا رب توصلي لحلمك وهدفك، واليوم تبلشي مش مو بصفحه عليها
ملايين لانه بتستاهلي. انا بقول دائما الاكل هو نفس محبه شيء بوصل لكم. بدي اشكر كل حدا حضرنا لليوم سواء كان على راديو فن او كمان عم تحضرونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا او حتى على شاشه عبان تي في. يوم السبت انتم بتعرفوا احنا ان شاء الله يوم الاحد هو راس السنه الهجريه. بدي اقول لكم كل سنه وانتم سالمين، كل سنه وانتم بخير ورزق وصحه ومحبه دائما وابدا. يوم السبت رح يكون معي ضيف هو قصه نجاح كثير كبيره وكثير مهمه، وانا كنت كثير حريصه انه هاي الحلقه تكون لراس السنه الهجريه. رح تشوفوا انواع جديده من الكنافه ما رح تمر عليكم الا بالحلقه. فاحضروا حلقه يوم السبت. بدي اودعكم، باي باي.